فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك يا ربي ومعطر بذكر القرآن وبذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيباتي نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا في هذا لا فيديو هذا. المهم البنات، عيدكم مبارك، سعيد، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والراحة، وباش ما تمنيتوا يا ربي والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال البنات في هذا الشهر الفضيل. المهم البنات، هنا يا راني بغيت نشارك معكم هذا النهار هذا اللي هو نهار العيد. هنا كنت درت بعض من الحلويات فما شاركتش معكم طريقة ديال التحضير، إنما في الفيديو السابق شاركت معكم يعني الطريقة ديالي ديال قاع التحضير هكذا ديال أنواع هكذا اللي كنبغي هكذا ديال الحلويات. فهنا البنات كنت وجدت غير هذا الأشكال هذو، بصراحة ما كفانيش الوقت بزاف، كنت بغي نوجد يعني أشكال أخرى فلضيق الوقت وجدت غير هذو وراني شاركتهم معكم البنات في الفيديو السابق، شاركت معكم الطريقة. هنا البنات كنت كنوريكم في هذا البيستيدو هذا اللي كنت وجدت لنهار العيد، صراحة عجبني بزاف البنات، يعني هما مبردين شي شوية هكذا وكيجيو مزيونين ما شاء الله. فبما أنني قلت غادي هذا النهار نشاركه معكم، غادي نشارك معكم فيه كاع التفاصيل. هنا راني كنت كنوجد البنات داك الشي اللي غنلبس أنا والإبن ديالي، فقلت بما أنني غادي نوجد هاد الشي دغيا بالزربة، لأنني كنت غادي نمشي عند الدار عند الوالدة، لأنه راكو عارفين حنايا هنايا في الغربة يعني ما كيكون شي عيد هكذا انه يجيو عندك العائلة يجيو الاحباب، لان راكو عارفين الغربة كي دايرة، كاين اللي كيكون انه مضطر انه يخدم، لان راكو عارفين يعني هو ماشي في بلاده، راه في بلادة الناس يعني الواحد هكذا، المهم كل واحد كيكونوا ظروفه هكذا. فهذا النهار هذا كنمشي انا والابن ديالي عند الوالدة، هنايا كنت خديت له هاد الحويجات هادو، صراحة ما شاركتهمش معكم، كنت شاركت معكم الفيديو في النهار ديال السوق ولكن ما شاركتش معكم البنات المشتريات، لانه كان الفيديو تمسح لي وما شاركتهمش معكم، فكانت هذه هي الكسيوه البنات. والمهم هذا ما كان، وراكم عارفين يعني الواحد هنايا ماشي كيكون في البلاد يعني هكذا يروح عند العائله، يروح كاين اللي عنده عائله هنايا برك، ولكن ماشي كي ريحه البلاد يعني كيكون واحد الجو البنات جو زوين ما شاء الله. والمهم البنات، هنا راه من بعد ما وصلنا صورت لكم هنا من السطح الاجواء، يعني الاجواء عاديه ماشي شي اجواء هكذا، غير الواحد هكذا كيلبس ويخرج هكذا، اللي عنده شي اصدقاء ديالو كي هكذا يسلم عليهم كما راكو تشوفوا، واللي ما عندوش هكذا راكو عارفين يعني هنا الغربه كتكون شي شويه صعيبه، واخا كتكون عندك عائله هنايا ما غاديش تكون عندك كي ديك العائله اللي تكون عندك يعني في البلاد وتحس يعني كاع بالناس فرحانين. فالمهم هذا مكان خواتاتي، يعني كان واحد الجو عادي هكذا. فبما انني كنت طلعت هنايا قلت نصور لكم الاجواء ونصور لكم هكذا حتى الطبله. هنايا راني كنت وجدت البنات البخور، راكو عارفين يعني هذا النهار هذا كنحاولوا اننا نعطروا فيه هكذا شي شويه، فالله يعطر ايامنا وايامكم يا ربي بذكر الحبيب وبذكر الله. وهذا مكان خواتاتي، كنت هنايا انا والزوجه ديال الاخ ديالي وجدنا هكذا الطبيله، يعني هكذا نحاولوا نديروا اجواء هكذا، واخا اجواء كتكون اجواء بسيطه. فهنا عطرت الدار وكنا البنات خدينا بعض يعني هكذا من الالعاب لوليدات الصغار هكذا نفرحوهم، يعني نعرفوهم باللي
هذا النهار هذا نهار عيد، كي راكو تشوفوا خليناهم لهيا، او هذا مكان اخواتي. كنا قررنا اننا كل واحد هكذا نصوره يعني مع الريغالو هكذا ديالو او الهديه ديالو، عارفين يعني الوليدات الصغار هكذا ما يكونوش فاهمين يعني مازال ما عارفين باش يتصوروا. والمهم هذا مكان اخواتي، هنا راه كانت جدك الوقيته ديال الغداء هكذا، درنا انا وماما كسكسو، راكو عارفين يعني الواحد كيكون هكذا مشهيه في هذا النهار هذا. المهم درناه، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. من بعد البنات ما ساليت، راكو عارفين كيبدا الشقا ويبدا يعني كيولي الروتين اليومي. هنا كنت الزربية كانت عامرة هكذا، راكو عارفين يعني الحلويات ودوك الحويجات هكذا دغيا طيحو، فقلت دغيا يعني هكذا ننظفها. والمهم هذا مكان اخواتي، هذا هو النهار ديالنا، راكو عارفين يعني نهار عادي. الواحد هكذا كيكون في الغربه كيكون عنده نهار عادي. المهم الحمد لله على كل شيء. وهنا البنات راه وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف هكذا وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا هكذا في القناه. والبنات ما تنساونيش بلي جيم البنات، لي جيم هما ماشي شي حاجه، انما غير كيحاولوا انهم يعني يوصل الفيديو للناس اخرى باش هكذا تكبر العائله ديالنا. والمهم البنات خليت لكم راحه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.